بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. الآية بعدما توعد العصاة والمشركين من بني آدم بقوله: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، بيّن جل وعلا ما فضل به بني آدم على غيرهم، وأن الله أكرمهم، فمن يستحق الإكرام منهم يجب عليه أن يعبد الله وحده، فإن لم يعبد الله وحده فلا كرامة له عند الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. اللام هذه موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، ولقد والله لقد كرمنا بني آدم، فالله جل وعلا يقسم بكرامته لبني آدم في الدنيا. ثم من آمن بالله وعبده وأخلص له العبادة وأطاعه استحق التكريم في الدنيا والآخرة، ومن لم يعبد الله ولم يقم بحقه تعالى فليس له في الآخرة إلا النار. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وإذا قال جل وعلا بني آدم فإنه يشمل الذكور والإناث، إذا قيل أبناء زيد فإنه يختص بالذكور، وإذا قيل أولاد زيد فإنه يشمل الذكور والإناث، وإذا قيل بنو تميم أو بنو مضر أو بنو خزاعة أو نحو ذلك من القبائل المعروفة فإنه يشمل الذكور والإناث. ولقد كرمنا بني آدم، فالكرامة في قوله بني آدم للذكور والإناث من بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم، سخرنا وهيأنا لهم ما يحملهم، وليس الحمل لهم في البر دون البحر ولا في البحر دون البر، بل حملناهم في البر على الإبل والخيل
والبغال والحمير، وحملناهم في البحر على السفن والفلك الكبير والصغير. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. رزق الله جل وعلا بني آدم فضلهم بما أعطاهم من الطيبات والرزق الحلال، ورزقناهم من الطيبات فلم يعط بنو أحد أكثر مما أعطي بنو آدم، فبنو آدم مكرمون على غيرهم مفضلون على غيرهم. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل هذا التفضيل يشمل التفضيل على الملائكة أم الملائكة أفضل؟ قولان للعلماء رحمهم الله، أو ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. القول الأول أنهم متساوون في الفضل وأن بني آدم أفضل من الملائكة. القول الثاني الملائكة أفضل من بني آدم. القول الثالث أن بعض الملائكة أفضل من صالح بني آدم، وصالح بني آدم أفضل من سائر الملائكة. أقوال العلماء. وكما قال الإمام العز ابن عبد السلام شارح الطحاوية: لا طائل تحت هذا الخلاف، وإنما ذكرته لأن طالب العلم قد يسمع به فيرى فيحب أن يدري عما يقوله العلماء، وإلا فلا ينبغي المفاضلة بين بني آدم والملائكة لأن لكل فضل. فالملائكة أعطوا قدرة على العمل والعبادة ولم يعطوا الطعام والشراب في الدنيا، والبنو آدم أعطوا الطعام والشراب في الدنيا والقدرة على العمل وتركه، ففضل بني آدم على الملائكة ظاهر في أن ابن آدم هيئ لأن يعصي الله جل وعلا، فإذا عصى الله جل وعلا فذلك غريزة عنده، وإذا أطاع الله جل وعلا وترك المعصية فهذا لفضله واستجابته لنداء الله تبارك وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فكرامة الله لبني آدم ظاهرة جدا. وحملناهم في البر والبحر، والله جل وعلا هو الحامل لبني آدم على ما سخره لهم في البر والبحر والجو، ولم يقل جل وعلا قبل ذلك في الجو، لأنه يعلم جل وعلا أنها ستوجد الطائرات والرياح التي تحمل بني آدم في الجو، لكن خشية أن يكذب بها من لا يؤمن بها ولا يعرفها أو يتصور أنها لا تكون. هل يكون ابن آدم له أجنحة أم ماذا؟ كيف يطير في الجو؟ فسخر الله له البر والبحر والجو ورزقه من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات الحلال الحسن الذي يستحسنه بنو آدم ويستسيغونه ويأكلونه حسنا طريا، يتخيرون فيه الطيب من الردي، يتخيرون الجيد من المذموم، يختارون الأكل من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم، فضل الله جل وعلا بني آدم على سائر الحيوانات، على الجن وسائر الحيوانات وإن كانوا أقوى من بني آدم،
سخر الله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض لخدمة ابن آدم ولراحته، ويسر له الانقياد للطاعة فأطاع بني آدم، ورزق بني آدم التملك وأعطاهم الطيب من الحلال، وفضلهم على كثير من الناس، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. على كثير، قال العلماء بعض على كثير ممن خلقنا وفضلناهم على جميع خلقنا، وفضلناهم على جميع خلقنا، لأنه كثيرا ما تأتي كل الخلق ويراد بها البعض، ويأتي بعض الخلق ويراد بها الكل، وفضلناهم على جميع الخلق. هذا إذا ثبت تفضيل بني آدم على الملائكة، أو يقال فضلناهم على كثير كل من خلقنا في الأرض، كل من كان في الأرض ويدرك فإنه مخلوق مسخر لبني آدم. فالإبل وإن كانت الإبل عظيمة ولا يستطيع أن يسيطر عليها المجموعة من الناس، سخرها الله جل وعلا لبني آدم فجعلها تنقاد مع الطفل الصغير الذي لا يوبه به، إذا مسك رسنها قادها إلى ما يريد وتنقاد معه، وهذا تسخير من الله. فلولا تسخير الله جل وعلا لهذا الحيوان الكبير لما استطاع 10 و20 من بني آدم أن يتحكموا في الإبل. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أكد هذا الفضل بقوله تفضيلا، وأكد الكرامة بالتشديد والتضعيف. ولقد كرمنا، فكرمنا أبلغ من أكرمنا، لأن التشديد والتضعيف أكرم وأفضل من الغير المضعف. ولقد كرمنا بني آدم، ثم قال وفضلناهم، ميزناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فجميع الطير والوحوش والجن وغيرهم مسخرون لبني آدم، فمن أطاع منهم واصل الله جل وعلا كرامته لبني آدم في الدنيا والآخرة، ومن عصى الله جل وعلا وتكبر على عبادته فإن الله جل وعلا يتولى الانتقام منه وتعذيبه في الآخرة. نعم. يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أن يمشي قائم، فهو يمشي على رجليه ويجلس جلوسا منتظما، ويلبس الثياب ويختار ما يناسبه، ويأكل بيده، وسائر الحيوانات تأكل بفمها، وينتقي ما يريد أكله، ولا يأكل إلا الطاهر، فهو يتولى تنظيف وتحسين ما يأكله، بخلاف غيره من المخلوقات فهي تأكل بفمها ولا تستطيع أن تنتقي الأكل الطيب على سواه، بل تأكل ما بين يديها، كما لا تستطيع الغسل ولا العمل باليدين، وإنما تعمل ما يتيسر لها برجليها ويديها مشيا وحركة، وأما انتقاء الأكل فلا. نعم. أن يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على 4 ويأكل بفمه،
ويجعل له سمعا وبصرا وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به. أفضل ذلك الفؤاد الذي هو العقل والتمييز والكتابة وطلب العلم وغير ذلك من الأمور التي تحصل لبني آدم بينما هي لا تحصل لغيره. ويفرق بين الأشياء وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية. وحملناهم في البر أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر أيضا على السفن الكبار والصغار. ورزقناهم من الطيبات أي من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون. وهذا الحديث فيه راو ضعيف والله أعلم، ما يدرى عن مدى صحته، لأن الملائكة والله أعلم لا تجادل ولا تناقش مع ربها ولا تخاصم، وإنما وصفهم الله جل وعلا بأنهم عباد مكرمون يفعلون ما يؤمرون ولا يتعرضون لما غاب عنهم عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من خرج من بيته قبل صلاة الفجر من يوم الجمعة وصلى الفجر في الطريق ثم واصل المشي إلى الجامع، هل صلاته للفجر تقطع مشيه لصلاة الجمعة؟ لا يا أخي، ولا يليق مثل هذا السؤال، لأن هذا يتعلق بما يجود الله جل وعلا به على عباده، وعلينا أن نحسن الظن بربنا جل وعلا، فما كان من جوده وكرمه فهو لا حد له. ما يقال هل هذا يقطع كرم الله أو لا يقطعه؟ يقول السائل: درسنا في مذهب المالكية أن أفضل الإنسان الثلاثة الأفراد ثم القرآن ثم أن أفضل الأنساك الثلاثة الإفراد ثم القران ثم التمتع، هل هذا صحيح؟ هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله، والصحيح والله أعلم أن أفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد، أو التمتع ثم الإفراد ثم القران. فالتمتع هو أفضلها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما أنهى السعي في مكة بعدما وصل مكة متمتعا حاجا، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت
لما سقت الهدي ولحللت معكم. فهو أمر الصحابة الذين معه لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا بعمرة فيكونوا متمتعين، وأما من ساق الهدي فلا يسوق له أن يتحلل حتى ينحر هديه. فمن هذا أخذ العلماء رحمهم الله أن أفضل الأنساك التمتع، وهو قول الإمام مالك رحمه الإمام أحمد رحمة الله عليهما، والإمام أحمد معروف بتمسكه بالسنة والأخذ بالحديث الصحيح رضي الله عنه. يقول السائل: لماذا يتحدث رب لماذا يتحدث ربنا عن نفسه في آيات كثيرة بصيغة الجمع، مثل أنزلنا وخلقنا، مع العلم أنه واحد سبحانه، واحد جل وعلا لا شريك له، لكنه يعظم نفسه وهو مستحق للتعظيم. فالواحد إذا حدث يعظم نفسه، يقول أمرنا وفعلنا وجئنا وفعلنا وأعطينا إلى آخره. يقول السائل: ما هو حكم صبغ اللحية باللون الأسود، وما هو القول الراجح؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشعر باللون الأسود، وقال عليه الصلاة والسلام لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يما فتح مكة، جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويبايعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركت الشيخ في بيته ونحن نذهب إليه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنت أحق أن تؤتى يا رسول الله. ورأس أبي قحافة ولحيته كالثغامة بياضا، يعني بيض لا شائبة عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد، أي غيروا شعر وجهه ولحيته ورأسه وجنبوه السواد. السواد لأنه يكون في تدليس وتمويه، يخشى أنه من الشباب أو يتظاهر بزي الشباب، وإنما هو شائب فيحسن تغييره بغير السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم بهذا الشيب الحنة والكتم. وقال عليه الصلاة والسلام: أحسن التغيير لما مر برجل قد غير بالحنة وقال: ما أحسن هذا. ثم مر رجل آخر قد غير بالحنة والكتم وقال: هذا أحسن من ذاك. ثم مر الثالث قد غير بالزعفران وقال عليه الصلاة والسلام: هذا أحسن منهما. فنأخذ من هذا أن أولى ما يغير به الشيب الحنة والكتم، فإن لم يكن فيغير بالحنة فقط، فإن لم يكن فيغير بالزعفران. والحنة والكتم يكون له لون متوسط بين الحنة الأحمر وبين الكتم الأسود، فإذا خلطا خرج لهما لون حسن يحسن أن يغير به شعر اللحية. يقول السائل: هل يعذر بالجهل الصوفية عباد الأضرحة؟ عباد الأضرحة لو عذرناهم عذرنا المشركين كلهم، وهل يليق أن نعذر من قال الله جل وعلا عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وقال تعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق الله جل وعلا، لا يجوز للمرء أن يشرك مع الله غيره فيها، ومن أداها فما سواها من الذنوب أدى العبادة لله. فأي ذنب محتمل أن يغفره الله جل وعلا ومحتمل أن يؤاخذ الله عبده به؟ وأما الشرك فإن الله جل وعلا أخبر في كتابه العزيز بأنه لا يغفر للمشرك. والصوفية أنواع، لا يقال إنهم كلهم يعبدون الأضرحة وغيرهم، وإنما هم متوسط، ومنهم جافي ومنهم جاهل ومنهم متعمد، والكل حسابه على الله جل وعلا. لكن علينا أن نبين للجميع أن الله جل وعلا كما قال في كتابه لن يغفر للمشرك، وإنما يغفر لمن شاء دون الشرك. يقول السائل: ما هي المسافة التي يجوز فيها السفر؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك. بعض العلماء يقول: كل ما استعد له المرء لسفره فإنه يعتبر سفرا، تقصر فيه الصلاة سواء كان 20 كيلو أو أقل أو أكثر. ومنهم من يحدد السفر بيوم وليلة، ومنهم من يحدده 80 كيلو، فيقول: ما زاد عن 80 أو 80 فإنها تعتبر سفر، وما نقص عنها فليس بسفر. والمسألة فيها خلاف، وأولى الأقوال في ذلك والله أعلم أن ما اعتبر سفرا بأن استعد له المرء بالمركب والحائط والسفر بالمركب والأكل والشرب وغير ذلك من الأمور، فإنه يعتبر سفرا تقصر فيه الصلاة، وما لم يعتبر سفرا فلا تقصر فيه الصلاة. يقول السائل: اعتمرت في ذي القعدة وأنوي حج هذا العام، لكني سافرت إلى جدة بعد العمرة ليقيم فيها حتى يصل وقت الحج، هل علي هدي التمتع أم لا؟ إذا اعتمرت في شوال ثم سافرت إلى جدة وأقمت بها فحسب مجيئك من جدة والله أعلم، إن جئت مفردا الحج فليس عليك هدي، وإن جئت متمتع بالحج بالعمرة إلى الحج فعليك هدي التمتع، وأما إن جئت قارنا فعليك هدي القران، فحسب النسك الذي تحرم به من جدة. إن أحرمت بالتمتع بعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليك هدي التمتع، وإن لم يكن فليس عليك شيء. يقول السائل: هل خروج الإنسان من حد الحرم بعد عمرة التمتع في أشهر الحج تقطع التمتع؟ إذا سافر قصر تقصر فيه الصلاة فإنه ينقطع تمتعه، ثم إذا عاد إلى مكة حسب ما يعود كما قدمنا في الذي ذهب إلى جدة، فإن عاد متمتع فهو متمتع، وإن عاد قارن فهو قارن، وإن عاد مفرد فهو مفرد بالحج. وحسب الأنساك الثلاثة عليه هدي التمتع وهدي القران، وليس عليه هدي إذا أفرد الحج. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها وهي جنب؟ يجوز ذلك ولا إشكال فيه والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز تقديم صياح
صيام الست على القضاء؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز صيام الست قبل القضاء وقال إن هذا يقاس على النافلة قبل الفريضة، إذا دخل الإنسان المسجد قبل صلاة الظهر أو العصر فيستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد أو راتبة الظهر أو راتبة العشاء، يستحب له أن يأتي بها أو راتبة الفجر. وأما إذا جاء بعد صلاة بعد العشاء إذا جاء إلى المسجد بعد العشاء فليس عليه تحية، ليس عليه راتبة، فيستحب له إذا لم يبق عليه إلا وقت صلاة العشاء فإنه يصلي العشاء ولا حرج عليه في ذلك. فقالوا تأخير صلاة العشاء على الراتبة بعد الراتبة يدلنا على أنه يجوز أن يبدأ بالست قبل رمضان. وبعضهم يمنع البدء بالست قبل رمضان وقال إنه لا يكون قد استكمل صيام رمضان ما دام بقي عليه منه أيام، فعليه أن يقضي الأيام الباقية ثم إن تمكن من صيام الست فحسن، وإن لم يتمكن فلا حرج عليه، ولعل الله أن يكتبها لعبده بجوده وكرمه إذا عرف منه الرغبة بالصيام لكنه لم يتمكن. يقول السائل: جاء في الحديث أن الشيب نور، فهل يتركه الإنسان أم يغيره؟ يغيره حسن ولا يزول عنه مسمى النور، وإذا كانت لحيته فيها بياض ثم غيره بالحنة أو بالحنة والكتم فلا يزول عنه اسم النور. يقول السائل: أنا طالب أدرس خارج البلاد، السؤال: عندي بعض الزملاء يجمعون المغرب مع العشاء بحجة تأخر الوقت لصلاة العشاء، وقد نصحتهم ولكن لم ينتصحوا، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء، جمع بلا عذر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في السفر وفي المرض وفي غيرها، وجاء أنه جمع بين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مرض، وإنما أراد أن لا يحرج أمته، أن لا تقع أمته بالحرج. فإذا كان هذا نادرا لعذر فلعله يجوز، وأما إذا كان مستمرا على هذا الفعل فلا يجوز له ذلك. يقول السائل: أنا مسافر وأريد أن أصلي المغرب وأقيمت صلاة العشاء، هل أدخل مع الإمام الركعة الثانية وأسلم مع الإمام؟ لا يا أخي، لا يسوغ لك ذلك، وإنما السائغ والجائز لك أن تدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بصلاة المغرب فيسقط عنك الترتيب خشية فوات الجماعة في العشاء، ولا يجوز لك أن تدخل مع الإمام في أثناء صلاته وتقتصر على ما أدركت منها، بل إذا دخلت وقد سبقك الإمام بركعة أو أكثر فعليك أن تتم كما يتم المسبوق العادي دائما. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى للرقية الشرعية والعلاج؟ الرقية الشرعية ليس لها طريقة خاصة، وإنما عليك أن تقرأ شيئا من القرآن على المريض وتنفخ عليه، أي تجهل عليه،
لعل الله أن يشفيه. هذه الرقة الشرعية. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: يتردد في الأيام السابقة قول من صام يوم الاثنين، من صام من يوم الاثنين الموافق 13/10 إلى يوم السبت 18/10، فإنه يوافق عدة أمور: صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، صيام 6 من شوال، فهل ورد في ذلك فضل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى صيام الاثنين والخميس والست من شوال تتداخل، أو نوى صيام البيض تدخل مع صيام الست من شوال، أو نوى صيام يوم وإفطار يوم فإنها تدخل معها الست من شوال، وهكذا. يقول السائل: القراءة في ماء زمزم. القراءة في ماء زمزم للعلاج تنفع بإذن الله، لأن القراءة تنفع في أي ماء شربه المرء وقرأ فيه، أو وتنفع كذلك إذا كان من زمزم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فإذا شربه ما شرب ماء زمزم للعلاج عالج بإذن الله، إذا شربه للحفظ حفظ بإذن الله، إذا شربه للرزق رزق بإذن الله، وهكذا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.